غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي من الأرض والبحر. 31 يوما والموت في غزة يفرض نفسه ضيفا على أهلها، وسط محاولات إسرائيلية متواصلة للتوغل داخل القطاع المحاصر وتصد من الفصائل الفلسطينية وقتل وجرح عناصر من الجيش الإسرائيلي وتدمير دبابات وآليات عسكرية، ما يؤكد أن الحسم الإسرائيلي المنشود لن يكون قريبا، والمعركة على الأرض صعبة وطويلة. 450 هدفا في غزة قصفها الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية فقط، زاعما أنها مواقع لحماس، وسط تأكيد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع تلقي بلاغات ومناشدات حول وجود مئات الجثامين بالشوارع نتيجة الغارات الليلة الماضية، وأن تلك الجثامين سقط أصحابها ضحايا بينما كانوا يحاولون التوجه إلى الممر الآمن المزعوم من إسرائيل. مقبرة الأطفال هو التوصيف الذي أطلقته واشنطن بوست الأمريكية على غزة في تقرير جديد لها، مؤكدة أن طفلا فلسطينيا يقتل كل 10 دقائق، وأن عدد القتلى الأطفال في القطاع تجاوز العدد الإجمالي لهم في جميع مناطق الصراع بالعالم منذ عام 2019، في وقت اقتربت فيه الحصيلة الإجمالية لمن قضوا جراء القصف الإسرائيلي في غزة من 10,000 شخص، بينهم 4,800 طفل وما يزيد عن 2,500 سيدة، والحصيلة بازدياد متواصل. أنا اليوم فقدت كل أولادي، ما ضلش عندي الولد. بنت الوحيدة اللي كنت نفسي أجيب لها بنت أخت لها فقدتها، اليوم ما ضلش عندي الولد.